السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب. نعم، وحياكم الله مشاهدينا اليوم مثل كل يوم لكم منا باقة متنوعة من المواضيع اللي إن شاء الله راح تنال على إعجابكم. نعم، راح نبدأ يا خالد. نعم. بعد شوي مع مشاهدينا مع الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله ناصر الكعبي اللي بيكلمنا عن التربية الإسلامية. نعم، وبعد حمد اليوم عندنا مقابلة مع سعادة السيد عبد الرحمن علي العقيلي رئيس المؤسسة العامة للبريد اللي بنتعرف منها أكثر على المؤتمر العالمي للبريد واللي راح يبدأ إن شاء الله الدوحة بالمطلع الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله، وفقرتنا اللي أصبحت معتادة مع الحجامة أو مشروع أنا باحث، وطبعاً لا تنسون علوم الريان وعلوم العالم. نعم، بإذن الله. بإذن الله تعالى خالد. نعم. أنت اليوم مواضيع متعددة. عندنا مواضيع كثيرة ومتنوعة إن شاء الله. فيها حجامة وفيها رياضة وفيها كل شيء. نعم صحيح، وفيها أمور غريبة وبنراوي المشاهدين إن شاء الله اليوم بيستمتعون منها. إن شاء الله. نبدأ اليوم مع موفد من قناة الريان في لبنان وبالتحديد في منطقة القاع. في البقاع، حيث تقوم دولة قطر بتوزيع المساعدات على إخواننا اللاجئين السوريين. حمد، نعم، زميلنا ناصر سالمين وفريق عملهم من قناة الريان تحديدا موجودين هناك لتغطية عملية التوزيع. نعم. ونقل أوضاع اللاجئين. خلونا نتعرف أكثر من خلال التقرير اللي أعدنا لكم. نعم، ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام بمواكبة المساعدات القطرية للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية السورية. في تقريرنا السابق كنا في منطقة عكارة الشمالية في وادي خالد بالتحديد، واليوم وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى المنطقة الغربية في القاع، في منطقة القاع التي تربط الحدود اللبنانية السورية لتوزيع المساعدات القطرية على النازحين السوريين. أوضاع اللاجئين بالقاع كثير سيئة ومأساوية، في معاناة إنسانية خاصة نحن هلأ على أبواب موسم الشتاء، أبواب المدارس، في عنا تلاميذ ما نعرفين حالهم شو بدهم يعملوا، بيتعلموا بلبنان، في اختلاف بالمناهج بين لبنان وبين مناهج السورية، في عنا ناس بحاجة لأدوية لأطعمة لمستشفيات لكل هالأشياء، هيدي معاناة كبيرة. عم نحاول نحن كمجتمع بلدي ومجتمع قاعي نحتضن هالنازحين، مع أنه كمان نحن كبلدية القاع وكأهالي القاع تضررنا من هالواقع الحدودي وتضرر مؤسساتنا واقتصادنا، بس بالنهاية انطلاقا من التضامن بين الشعب العربي وحالة الجيري نحن عم نحاول نرعى هاللاجئين والنازحين ونشوف شو فينا نقدم لهم، وبالتأكيد بجهود ودعم دولة قطر وأمير قطر وولي العهد اللي بنتشكرهم على المبادرة الجيدة اللي هلأ اجت على أبواب الشتاء، اجت بوقتها. هذا واجبهم الله يسلمك وواجبنا جميع، لكن ودنا نعرف بالنسبة للدفايات كيف يتم توزيعها على اللاجئين السوريين؟ عم يتم التوزيع على اللاجئين السوريين، كل عائلة دفاية. عم نحاول، ما رح نقدر نغطي كل الناس، رح نحاول نغطي، بيضل في عنا جديد لأنه عنا توافد على طول عن الحدود جديد، وفي عنا توافد في عنا حتى نزوح من الحدود اللبنانية لداخل الضيعة. ودنا نعرف كم عدد اللاجئين تقريبا السوريين في منطقة القاع؟ يعني في عنا بال 700 عائلة تقريبا بين القاع وبين المشاريع. 700 عائلة. نعم هيك، بس بيضل شوية لأنه في ناس بيهربوا من مناطق مشاريع القاع لقلب الضيعة للقاع اللي بتبعد 7 كيلومتر عن المشاريع والحدود نتيجة القصف والخروقات، أو بيروح على ضيعة تانية مثل عرسال أو جديدة أو الفاكهة أو اللبوي أو المناطق هيدي ضمن البقاع. التقي مشاهدنا الكرام بأحد اللاجئين السوريين على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القاع، تعرف عليه؟ مشاريع القاع، نحن لاجئين من سوريا تهجرنا وطالعين، ونشكر دولة الأمير قطر ونشكر ولي العهد على هالمساعدات اللي عم يجيب لنا إياها ويبعث لنا إياها. كم صار لك هنا في على الحدود اللبنانية السورية؟ أنا صار لي هلأ سنة ونص من أول التهجير، تهجرنا وطلعنا لبرا. كلمنا عن الظروف المعيشية اللي تعيشونها. حياة صعبة كتير، العالم تبادلت تحديدا هون عنا على الحدود، العالم يعني هجرت بيوتها، عالم شيء بخيام شيء بلا خيام، والله يعين الناس يعني. فأنا مرضانين
وجينا هذا اللي يقول نقذنا هي اللي جاي كان عايشهم. ما عندنا بيوتنا تهدمت قادي. وجينا هجينا اللي جاي يريد نعيشهم. ومرضانين ومصلخين وجوعانين. اليوم يتم توزيع دفايات، شو اللي تحتاجونه غير الدفايات؟ نحتاج لباس، نحتاج أدوية، نحتاج ما يعني هذا اللي يقول مازوت، نحتاج لباس لطفاننا، نحتاج يعني أنت يعني هذا اللي يقول كل شيء نقدر عليه نحتاجه. وما هجينا إلا يعني هذا اللي يقول شيء وازانة وهجينا اللي جاي يريد براكيات. كل أربع عائل براكية وحدة. خيمة يعني؟ خيمة. عندنا أطفال تعاني من مرض بدنا معالجة، وعندنا أطفال بدها تعليم مدارس، وعندنا يعني كل شيء قليل علينا، الأكل والغاز والكلهم كلها بعازتها إحنا، وجبنا أطفالنا هربنا من الضرب والحرب لجا. مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام، ما زالت المساعدات القطرية تصل إلى النازحين السوريين على الحدود السورية اللبنانية. كنا معكم في المنطقة الشمالية في منطقة عكار الشمالية في تقريرنا السابق، والآن وصلنا معكم إلى المنطقة الغربية في منطقة القاع. ناصر سالمين، قناة الريان الفضائية. جايك على القوة يا ناصر. طبعا مشاهدينا شفنا التقرير اللي أعدته قناة الريان تحديدا مع زميلنا ناصر سالمين من الحدود السورية اللبنانية، هو توزيع كيفية توزيع المساعدات للاجئين السوريين. طبعا خالد، نسأل الله أن الله يفرج همهم إن شاء الله وكربتهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله، وأن هذا حق واجب علينا أصلا أعزائي المشاهدين، يعني دولة قطر دائما تكون سباقة في هذا المجال، وهو حق واجب علينا عيد وزيد في هالكلام مرة ثانية، ونأمل من الله أن عز وجل يفرج همهم ويفكربتهم بإذن الله إن شاء الله تعالى. مشاهدينا، لا شك أن التربية الإسلامية والتعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأطفال ومختلف الفئات العمرية في المدارس أمر بالغ الأهمية، حتى تنشأ هذه الأجيال على حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة مناقبه وفضله على الأمة الإسلامية. نعم حمد، للحديث عن أهمية الأمر هذا وأهمية التربية الإسلامية، نرحب اليوم معنا بالفقرة هذه بفقرة الشيخ المهندس عبد الله ناصر الكعبي. يا مرحبا ومسهلا فيك عبد الله، حياك الله اليوم الله معنا في برنامج ترحيب. الله يحييكم، حيا الله مستمعي المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك يا مرحبا أبو ناصر. طبعا في البداية حدثنا عن التربية الإسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. في الحقيقة التربية طبعا بمفهومها العام أمر كبير وفي غاية الأهمية، ولو جمعنا التعاريف الكثيرة التربية نجدها كلها يعني تصب في معين واحد، ألا وهو إنشاء إنسان صالح في المجتمع. صحيح. هذا الإنسان الصالح في المجتمع يكون صالح في نفسه، ويكون صالح في من حوله، وأيضا يكون صالح أيضا في 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 البيئة أو في المجتمع الذي يعيش فيه. ولو أتينا تحديدا إلى التربية الإسلامية في عند الأطفال خصوصا، نجد أن من أهم وأول هذه الأمور هي ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة. صحيح. وأيضا كذلك تحقيق العبودية في كل أمور الحياة، وهذا هو من أعظم الأهداف التي تنبثق منها أهداف أخرى تعين على تحقيق هذا الموضوع. لذلك نحتاج إلى تعلم أصول الإيمان البسيطة، وأيضا تعلم أركان الإسلام البسيطة، وهذا كله يأتي عن طريق أن الله سبحانه وتعالى جبل النفس على كلمة التوحيد. لذلك حينما يخرج الابن أو البنت، أو يرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان البنت، يؤمر في السنة بأن يؤذن في أذنه. لماذا؟ حتى يكون أول ما يقرأ في أذنه هو كلمة التوحيد. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. لأهمية هذا الموضوع هو ترسيخ العقيدة في نفوس الأبناء. عبد الله، ما ادري والله حمد لفت كلامي، لفت كلام عبد الله يعني سؤال توجه في ذهني. عبد الله، انا بس بغيت يعني اشوف ما هو اثر التربيه الاسلاميه على سلوك الفرد او سلوك ابنائنا، لو بنخصص هذه النقطه على سلوك ابنائنا، ما هو اثر التربيه عليهم؟ طبعا في اول السنوات العمريه قد لا يجد ولي الامر الثمره المرجوه قويه، لان دائما اهل التربيه والمربون يقولون بان
التربية لا حد لها. صحيح. وإذا سأل أحد يعني إلى متى نربي، نقول فلا نستطيع أن نجد جوابا لهذا الموضوع، لأهمية الموضوع. لذلك فإن التربية ليست بـ 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 بالأمر الذي نستطيع أن نجد منه الثمرات السريعة، ولكن بعد 10 سنوات 15 سنة تجد هذه الثمرات، بدأنا نقطف ثمارها. فتجد الابن يحافظ على الصلاة من غير ما يعلمها أبه ولا ينهاه، وتجد الابن يصوم من غير ما يبين له الأب ذلك وأهميته، وتجد يبر والديه وغير من هذه الأمور. كل هذه كانت سبب في تعليمه منذ الصغر. لذلك يقولون بأن التعليم الصغر كالنقش على حجر، ويقول الشاعر يعني وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لذلك إذا وجدت شخص كبير في العمر بالغ مميز لا يصلي، اعرف أنه كان في الصغر مهمل للصلاة. فإذا كبر يصبح الموضوع صعب عليه، وهكذا هلم جر لباقي الأمور المهمة. نعم. طيب غير التربية، يعني ولي الأمر لما يكون يربي ولده ولا بنته، من اللي ممكن يساعد في 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 أنه يوجه التربية تكون في داخل الطفل؟ هل هي في المناهج الدراسية؟ هل هي في حلقات الذكر؟ هل هي في الأصدقاء؟ إيش اللي ممكن يزيد من هالشيء؟ حقيقة إحنا 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 اليوم في مجتمع حقيقة أنا أستطيع أن أسميه يعني العولمة كالقرية الصغيرة. فأنت هناك عندك مدرسة لها جانب تربي، وهذا الجانب المدرسة هو جانب توجيهي فقط، فالمربي أو المدرس هو يوجه فقط، ثم يأتي بعد ذلك الأب ليحقق ذلك التوجيه بفعل واضح أمام الطفل حتى يكون قدوة بفعل عملي. يعني طبعا المدرسة النظرية، ثم يأتي الأب أو الأم لتطبيق ذلك النظري إلى أمر واقعي عملي فيتعلم الابن، ثم بعد ذلك يختار له من الصحبة الصالحة ويشجع على هذا الموضوع حتى يندمج في المجتمع ولا يصبح يعني طفل. يعني احنا ما نقول مثلا والله مثلا جيرانك سيئين خلاص جلس أولادك في البيت لا تطلعهم، لا، هذا ليس بالحل الصحيح. يعني إنما أنت تشاركه في المجتمع، تدمجه في المجتمع، لكن بمتابعة من الوالدين حتى يوصل إلى مرحلة عمرية يستطيع أن يحدد الأبناء يعني لنفسه أصدقاء. عبد الله من كلامك اللي أنا فهمته أن يعني للأب والأم دور كبير في تربية الأبناء وفي تعديل سلوكهم. طيب لو بنقول هل لكم مثلا دور أو المؤسسات أخرى لها دور في مثلا تغيير سلوك الفرد، أو من خلال مثلا اللي هي الجلسات، جلسات الذكر وحلقات القرآن، ما دور هذا أثر على السلوك؟ أنا بعطيك بس مثال واضح كنا نشوفه احنا دائما بصفتي اني كنت اعمل في يعني كتطوع في مؤسسه عيد الخيريه. كان عندنا مركز ثقافي، لا زال موجود هذا المركز الثقافي، مركز نشيط، عندهم مراكز صيفيه في الصيف. صحيح. كنا يعني 40 يوم تقريبا او 35 يوم على حسب الاجازه. كان في نهايه المركز ياتينا الاب يبكي يقول يا اخي انا اصلي سنين بعلم ولدي الصلاه ما يصلي، وكان ما يسمع الكلام، انتم كيف خلتوه في شهر يصلي؟ فاذا كما يقول الفقهاء بان الانسان ضعيف بنفسه قوي باخوانه. لما يحصل بيئه الطيبه ويحصل الناس كلها تصلي هو ما يصلي فيسال نفسه السؤال، انهم يعينون على الخير. ايوه يعني لذلك فان هذه المحاضن التربويه وهذه المراكز الشبابيه والصيفيه، وايضا كذلك الاهم من ذلك حلقات القران وغيرها، كلها تنمي وتؤسس في سلوك الطفل حتى يطلع بالسلوك الذي نرضاه. نعم. احنا وقت تحدثنا عن شلون نقدر نزرع في 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 نفوس الاجيال المستقبليه والاطفال الصغار اللي هو مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاداته، صفاته، خصال الرسول صلى الله عليه وسلم، شلون نقدر نزرعها في الأطفال؟ طيب قبل أجيبك على هالسؤال، في سؤال أهم من ذلك قبل هذا، هو ما هو حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هذا الحب؟ الحب الذي نقصده هو ليس الحب العاطفة فقط، لا، بل أن تكون أفعالنا موافقة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونكره ما يكره ونحب ما نحب. وإذا فعلنا فعل ونعلم بأنه يحب هذا الفعل، فعلم أنك إذن حققت هذا الحب. نعم. والبخاري رحمه الله روى لنا في 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 صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. فقال عمر بن الخطاب: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو الذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له ابن الخطاب: الآن أصبحت أحب إلي من نفسي. فرد عليه رد جميل فقال: الآن يا عمر،
لذلك انظر يا مستوى هذا الحب الراقي بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحبه لأنه حبه مرتبط بحب الله جل وعلا، ولقد ارتبط اسمه باسم الله في القرآن وفي في في الشهادتين وأيضا في الأذان، لذلك حبه مرتبط بحب الله جل وعلا. ولماذا هو خير قدوة؟ لو سألنا هذا السؤال مهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقول الله سبحانه وتعالى. لذلك نستطيع أن نقول بأننا نستطيع أن نربي الأبناء والأجيال على حب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقد بين الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من القرآن أنه مزكى من الله سبحانه وتعالى، فقد زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى الله سبحانه وتعالى عقله فقال وما ضل صاحب ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله صدره قال ألم نشرح لك صدرك، وغيرها من الآيات التي تبين على أهمية هذه الشخصية العظيمة في الإسلام. لذلك نستطيع أن نربي الأجيال على هذا الموضوع عن طريق أولا ذكر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ثانيا وضعها في المناهج، والحمد لله كانت في مناهجنا توجد سيرة الرسول وسيرة الغزوات وكيف كان وكيف نشأ وهذه الأمور المهمة. ثالثا نستطيع أن نستخدم الوسائل الحديثة والتكنولوجيا في بيان هذا الموضوع المهم. صحيح. نعم. وبالنسبة للجلسة الأسرية اللي دائما تكون قبل الطعام ولا العصر ولا ممكن يذكر فيها بعض مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا لو خصصنا كل يوم احد مناقبه؟ والله انا يعجبني بعض الاباء يعني حينما يذكر لي قصص وانا صراحه استغرب اقول يعني هاي ما نجد احنا في عوائلنا، يقول انا مثلا اولادي اقول لهم اليوم راح اكلمك عن موضوع واللي راح يعيد لي راح يكون له جائزة. طبعا هذا جانب الترغيب مهم. احنا متى اذا شفنا الولد مثلا ما يصلي نزجر على طول؟ لا، انت حط لك جانب ترهيب ترغيب وترهيب. فيقول اللي يرجع يقول نفس كلامي معناته كان مركز معي فيعطي جائزة وهكذا. فاذا موضوع الجلوس يعني في اوقات كما يسميها الامام احمد بن حنبل بنيات الطريق، هذه اوقات ضايعة علينا في الشارع ننتظر في الاشارة في زحمة السيارات، تستطيع ان تحدث ابنائك. نفس الشيء في سيديات بسيطة معمولة بأسلوب الأطفال، تستطيع أن تشغل أوقاتهم في السيارات بدلاً أن يسمعوا أشياء يعني قد لا تليق بهم أو بعمرهم، شغل لهم من السيرة أو الدي في دي المواضيع هذه المهمة التي تحث الأبناء وترسم لهم الشخصيات والغزوات. صحيح. المهمة. عبد الله لو تكلمنا بخصوص ما هي الوسائل الحديثة اللي ممكن أنتوا تستخدمونها أو الناس يستخدمونها، أو ممكن أنت توجه رسالة للجمهور أو للآباء إنه والله لو استخدمتوا هذه الوسائل من شأنها أنها ترفع الوعي عند المجتمع عند أبنائنا بمناقب الرسول عليه الصلاة والسلام والدين الحنيف، فما أدري لو حقيقة. شوف، من أهم المواضيع يعني أنا أذكر لك مثال يعني أنا أجربه بشكل يومي وهو موضوع مثلا الموسوعات في السيرة أو موسوعة في الحديث أو غيره. يعني إحنا كنا قبل 10 سنوات عندما كنا ندرس عند المشايخ كان الشيخ مثلا يعطينا مثلا مثل واجب يقول له خلاص بعد يومين تعالوا تبحثون بحث عن موضوع فلاني، كنا نتعب بشكل يدوي كتاب ورا كتاب نفتح ولا وما حاصل كتاب عندك فتروح تضطر تاخذه من المكتب. الحين سبحان الله يعني في فلاش صغير ممكن تنزل انت كتب كثيره. صحيح. مشروحه. صحيح. فاذا هذا الموضوع يسير يعني الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الموضوع عشان ما يكون عند الانسان حجه. صحيح. واليوم يعني اخواني يعني ما في حجه على الانسان لما يقول انا والله ما تعلمت الدين ولا ما عرفت. نعم. كل شيء واضح وميسر. نعم. لذلك فهناك مثلا في مواقع مثلا موقع وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه بدوله قطر اسلام ويب الشبكه الاسلاميه. نعم. في قسم خاص لركن الاطفال. نعم. جدا جميل يعني صراحه تقدر تشغله حق ولدك بدل ما هو جالس على الايباد كل يوم يلعب. نعم. يستطيع يخصص جزء من وقته انه يفتش في السيره ويفتش في غير. نعم. ويمكن بعد تكون في هناك العاب يعني من شانها تكون العاب توعويه. نعم. اسلاميه. نعم. يعني تحبب الواحد وتحبب الاطفال بهن. نعم. بهن. إلى أي مدى أنت ممكن تشوف أن الجلسات الدعوية للأطفال أو هل أنت مع زيادة حصص التربية الإسلامية في المدارس؟ والله أنا أشوف صح حقيقة أنا يهمني موضوع المنهج أكثر ما يهم زيادة الحصص. يعني صراحة أنا اليوم في خطبة الجمعة كنت أتحدث عن موضوع الغزو الفكري وكيف أن, 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 أن الدول التي تعادي الإسلام أصبح ليس همها المعاداة بالسلاح لا بل بالغزو الفكري. نعم. فبعد الصلاة جاني واحد مدرسين يقول لي أن
يعني يعني اللغه العربيه اصبحت مهمشه في بعض المدارس. صحيح. وكذا. فانا اقول لك اذا موضوع المهم موضوع المنهج. اذا كان منهج الديني او منهج اللغه العربيه وغيرها منهج واضح جميل مبسط للناس او للاطفال، اذا نستطيع ان نحقق الهدف المرجو به. عبد الله لو تقدر تعطينا في دقيقه واحده تقول لنا، احنا نشوف مفارقه موجوده بين الشباب وبين البنات في التوعيه من خلال انهم يشوفون مثلا ان الدين الاسلامي رموزه غير معروفه او انهم ما عندهم وعي فيهم، لكن لو احنا نشوف بالمقابل اسامي الممثلين او المشاهير الكل حفظها، فما شنو السبب اللي خلاهم يصلون حق هذه المرحله؟ في وجهه نظري صراحه، في وجهه نظري قاصره، هناك سببين. السبب الاول من الأسرة نفسها أو الأولياء والأمور، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان يعوده أبوه. إذا أنت لما تفتح لولدك كل حاجة، حاط له أنت كل القنوات ومعطيه كل حاجة، فهو يعني لا شعوريا راح يتجه للشيء البسيط اليسير. صحيح. أم الجانب الآخر هو جانب المجتمع. إذا أصبح الجار والصاحب وابن العم وغيره كلهم يهتمون مثل هذه الاهتمامات البسيطة، إذا إحنا إذا كان المجتمع له أثر مهم بذلك. لكن لو أنا أبنائي وأبنائكم بدأنا شوي شوي نحفزهم، بدأنا شوي شوي نعلمهم، سوف يتغير المجتمع بإذن الله عز وجل، سوف يصبحون مثلا العشرة المبشرين بالجنة واضحين لهم. نعم. والصحابة معروفة أسماءهم والغزوات وما إلى ذلك من هذه المواضيع. نعم بإذن الله. نعم أبو ناصر، قبل أن نختم معك كلمة أخيرة توجهها إلى أولياء الأمور وإلى المشاهدين في من خلال شاشة قناة الريان، تحديدا برنامج ترحيب، عن التربية الإسلامية لأبنائهم. أولا حقيقة أشكركم على تطرق من هذا الموضوع، أن هذا موضوع مهم. طبعا لازلنا نتحدث عن موضوع التربية ولا زالت التربية مستمرة إلى أن يتوفانا الله، لأن هذه التربية مهمة وتختلف من جيل إلى جيل. فإن كانت من كلمة فأوجهها لأولياء الأمور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر والأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فسوف يسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا عن هؤلاء الأبناء، هل ربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة؟ هل علمتهم القرآن واخترت لهم أم صالحة وسميتهم باسم حسن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بأبنائنا وبناتنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكرك كل الشكر عبد الله، وجزاك الله ألف خير على حضورك، وإن شاء الله نقدر نستضيفك في المرات الجاية نوصل رسالة لكمية أكبر من الناس بإذن الله. شكرا لك. شكرا لكم الله. نعم، كان معنا المهندس عبد الله بن ناصر الكعبي، شكرا لوجودك معنا، والله يحييك في المرات القادمة مثل ما قال أخوي خالد. الله يحييكم يا مرحبا ومسهلا. الله يجزاك خير. بعد الفاصل بنتعرف على المؤتمر العالمي للبريد، ابقوا معنا. نعم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. اليوم تستعد الدوحة لاستضافة مؤتمر البريد العالمي 25 الذي سينعقد خلال الفترة بين 24 سبتمبر و 15 أكتوبر. نعم، تفاصيل أكثر عن التحضيرات يطلعنا عليها سعادة السيد عبد الرحمن علي العقيلي. نعم. رئيس المؤسسة العامة للبريد. نعم. المؤتمر البريد العالمي هذا اللي راح يعقد في الدوحة هو رقم 25، ورقم 25 يعني أي رقم له مكانته بين الأرقام. هذا اللقاء هو اللقاء الثاني على أرض عربية. اللقاء الأول كان في 1934 في جمهورية مصر العربية، اللي هو المؤتمر العاشر. فالحقيقة الحصول على إقامة المؤتمر ليس بالأمر السهل، هناك أحيانا يكون في تنافس. المؤتمر يحضر عدد كبير، عدد أيام الحقيقة طويلة، من أطول المؤتمرات التي تعقد. سابقا كانت تصل إلى 46 يوم، الآن نزلت إلى 21 يوم في قطر، وإحنا كنا نسعى أن تخفض المدة، يعني حتى الناس ما تمل من الاجتماعات، ولكن المواد المطروحة والنقاشات اللي على جدول الأعمال للنقاش طويل الحقيقة، فلا بد من هذه الأيام. ناهيك أن هناك أيضا انتخابات ومؤتمر وزاري أول مرة يحصل عندنا في قطر بين المؤتمرات اللي عقدت سابقا، فكل هذا عطى ميزة للمؤتمر هذا.
بالنسبة للإعداد للمؤتمر يعني بدأ من 2008 عندما حصلنا على الموافقة على إقامة هذا المؤتمر في الدوحة، فبدأت الاستعدادات وأخذ الموافقات سواء كانت مالية أو إدارية أو كذا، وبدأنا في إعداد الاتفاقية مع الاتحاد، وتم توقيع الاتفاقية وبدأنا في الخوض. والحقيقة الفريق كان من جزئين، جزء من قطر يتمثل في البريد القطري وشكل الفريق من قبل مجلس الوزراء على مستوى الوزارات المعنية، والجزء الثاني اللي هو من الاتحاد العالمي نفسه. فبدأ الفريقين الحقيقة في لقاءات في الدوحة وفي بيرن تحضيرا لهذا المؤتمر اعتبارا من نهاية 2009 أو خلينا نقول من بداية 2010، فهي سنتين وزيادة وإحنا نشتغل ونحضر الحمد لله. فأعتقد كان البرنامج معد إعداد جيد والمتابعة كانت أيضا جيدة. إعداد الأوراق والمواد اللي ستطرح، وهذه من اختصاص الاتحاد العالمي، هو اللي يعد الأوراق ويعني يجهز الفرق العمل الخاصة به اللي طرح هذه المواضيع على جميع الدول لمناقشتها واتخاذ القرارات. الأسبوعين الأولين هي للنقاش، الأسبوع الثالث هو لاتخاذ القرار على مستوى المؤتمر. يعني في البداية الأسبوعين الأوليات هي فقط للوصول إلى توصيات، ومن ثم طرحها في الأسبوع الثالث لاعتمادها، وبذلك تصير يعني قرارات تعمل بها لمدة 4 سنوات من 2012 إلى 2016، بداية من 2013 إلى نهاية 2016. بالنسبة للبريد القطري الحقيقة الحمد لله يعني شهادتنا فيه بتكون مجروحة، ولكن يعني لما نجي على مستوى دول مجلس التعاون البريد القطري له دور في المشاركة في الحوارات والنقاش وكذا كذا، وكذلك على مستوى الوطن العربي، وأعتقد أيضا على مستوى العالمي الآن صار دور البريد القطري ودور قطر، وعرفت قطر بالنسبة لتنظيم المؤتمرات وكذا يعني بتميزها بهذا الشيء. فإحنا الحمد لله يعني سواء كنا كبريد دورنا يعني موجود في المناقشات والحوار والنقاش، وكدولة لاحتضان هذا المؤتمر أيضا وبشهادة من حضر المؤتمرات السابقة، وراح نشاهد هذا أيضا أثناء المؤتمر. يعني مثلا من العناوين اللي راح الحقيقة يعني أيضا تطرح اللي هي تعتبر من الاستراتيجية اللي هي تحسين تشغيل المتبادل للشبكة البريدية يعني بين الدول، وراح طبعا هاي من الأشياء اللي راح تطرح. توفير المعرفة التقنية للعاملين في مجال البريد لتطويرهم ورفع من كفاءتهم ومستوياتهم. تشجيع المنتجات والخدمات المبتكرة سواء من الحوالات المالية أو أي خدمة يعني تدخل في ضمن عمل البريد، وخاصة الحكومة الإلكترونية أو العمل الإلكتروني بين الدول اليوم. بالإضافة إلى قضية التنمية المستدامة لأعمال البريد، إنه أيضا في قضية التحسين والاستمرار في رفع كفاءة. لا شك أن اليوم البريد المنافسين له كثير، يعني دخول التكنولوجيا دخول قوي، يعني سحب كثير من العمل اللي كان البريد يقوم فيه. فلا شك أنك ما يعني ما لم تطور نفسك ستذوب وتنتهي. فهذا من الأشياء الحقيقة التحدي اللي يواجه جماعة البريد في اجتماعهم هذا. بالنسبة إلى دعوة الدول وكيف تمت الحقيقة، هذا المؤتمر يخص الاتحاد البريد العالمي، وبذلك الدعوة تتوجه من الاتحاد نفسه لهذه الدول. وفعلا تمت يعني من أكثر من سنة راحت الدعوات للدول، وحددت تواريخ التسجيل وتواريخ إصدار التأشيرات الدخول، وكل هذه الأمور تم التنسيق معها خلال الفترة اللي احنا ذكرناها. كان في تنسيق ما بين الفريق القطري وفريق الاتحاد العالمي اللي كان يجتمع بشكل دائم وبشكل دوري، تقريبا كل 4 شهور أو 5 شهور يكون عندنا لقاء. طبعا الدعوة توجه إلى جميع الدول، 192 دولة تقريبا،
لابد ان هناك نصاب، يعني لابد من حضور 85 دولة حتى يكتمل نصاب الاجتماع. ليس هناك اجبار، لكن الحقيقة الكل يعني يسعى للحضور لأهمية هذا المؤتمر او الاجتماعات بصورة عامة لدول، لان هناك اتفاقيات توقع. هذه الاتفاقيات احيانا تلزمك بأمور مالية، بأمور قانونية، بأمور تنظيمية، فما لم تشارك يعني تبدي رأيك فيها فستكون ملزم ربما بقرارات يعني لا تخدم مصالحك. قضية المشاركة لا شك الناس يعني جميع الدول مشاركة، ما في يعني دولة اعتذرت يعني الحقيقة، بالعكس الكل مشارك. شفنا معاكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير اللي نظمته دولة قطر بخصوص اللي هو المؤتمر العالمي للبريد، وحمد هذا راح يكون إن شاء الله منعقد بتاريخ 24 سبتمبر المصادف بإذن الله يوم الاثنين. نعم، وقناة ريان راح تغطي بعد بشكل مباشر الافتتاح اللي راح يكون الساعة 10 الصبح. طبعا خالد كم دولة مشاركة فيه تقريبا؟ والله هو أكثر من 90 دولة يعني ما شاء الله. أكثر من 90 دولة. نعم. ما شاء الله تعالى. طبعا المؤتمر العالمي للبريد تحت رعاية الأمم المتحدة. نعم. وراح تستضيفه دولة قطر إن شاء الله تعالى. بإذن الله. بإذن الله تعالى. طبعا راح يستضيف برنامج ترحيب أيضا مجموعة من الخبراء والعاملين في مجال البريد. نعم. في مع بداية إن شاء الله المؤتمر اللي راح يبدأ مثل ما ذكر زميلي خالد النعمة اللي هو إن شاء الله تاريخ 24 يوم الاثنين إن شاء الله تعالى الساعة 10 الصبح. خالد إيش رأيك نروح مع مشاهدينا الفاصل، عقب نرجع نتكلم عن موضوع اللي هو أنا باحث من جامعة قطر إن شاء الله بإذن الله. ابقوا معنا. ابقوا معنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. عندنا اليوم فقرة شوي راح تهم الكثير من الناس بإذن الله، إدخال المنافسة العلمية لأذهان الطلاب وتحقيق المزيد من التميز على مستوياتهم المهنية هو الهدف الأساسي من هذه النسخة الجديدة من برنامج البيرق اللي أطلقته جامعة قطر هذا العام تحت شعار أنا باحث. نعم، ولأن الدور التعليمي والتربوي لا يكتمل إلا بإشراك أولياء الأمور، معنا اليوم في الاستديو المهندس خالد أحمد النصر والد الطالب أحمد النصر المشارك في برنامج أنا باحث. حياك الله. يا مرحبا. ويا مرحبا ومسهلا. شرفتنا في استديو ترحيب. الله يحفظك. يا مرحبا ومسهلا فيك ونورتنا اليوم في البرنامج إن شاء الله. بيض الله ويهيك إن شاء الله. نبي نتوجه لك بسؤال، أول شيء ما بداية أو ما سبب هذا التميز اللي إحنا كلنا فخورين فيه إن شاء الله بمشاركة ابنك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أنا أعتقد أن كل ولد متميز، كل ولد عنده ميزة من ناحية معينة. نعم. مسؤولية أولياء الأمور هو اكتشاف هذه الميزة، شلون تكتشف الميزة اللي في ولدك وشلون تنميها. نعم. هذه هي المسؤولية المهمة على أولياء الأمور، المفروض تتابع الأبناء تتابعها متابعة جيدة. صح. لازم لابد أنك تحصل في الولد ميزة معينة. نعم. وهذه هي مسؤولية أولياء الأمور، أن تشوف الولد متميز من ناحية العلمية، من ناحية الرياضية، من ناحية الفكرية. نعم. لازم من كل النواحي تشوف الولد وتحاول تنمي هذه الموهبة على أساس تتطور عنده ويوصل لمرحلة الإبداع. طبعا ولي الأمر يكون طبيعة فيه نعرف ولده وعارف مثل ما قلت أنت الحين عارف طبيعة ولده في وين يتميز، لكن لو تحدثنا عن مشاركة أحمد في مسابقة أنا باحث، وين تحديدا حسيت أنه بيتميز فيها؟ أحمد طبعا من صغره هو يحب مادة الفيزياء. مادة الفيزياء مادة ديناميكية، يحب فيها أسرار، يحب يطلع عليها، يحب يكتشف، يحب يشتغل يسوي الأشياء بيده. صحيح. طبعا هذه يعني أنا يعني كل صيف كنت أشاركه في مشاركات، سواء مشاركات داخلية أو خارجية. يعني شاركت أنا مثلا في استمتع وتعلم في بريطانيا، اشترك سنتين متتاليتين ورا بعض، اشتركت في دورة في إيرلندا في يعني أكثر من دولة. في نعم. أنت اللي تودي أودي وشارك نعم ويتعلم ويتطور من مهاراته هذه في فترات الصيف. بطلع. في فترات داخلية يتعلم. طبعا هو مشارك مثلا في برنامج الحياة هندسة مع جامعة قطر أيضا. يحاول يتطور، يحاول يكتشف. أحمد في ميزة يعني هو قيادي شوي، يحب يسوي أي شيء بيده، يكتشف ديناميكية الأشياء. طبعا عن طريق المدرسة تم اختياره
على حب هذه المادة في برنامج البيرق جزاهم الله خير. أحمد ثالث ثانوي هذه المرحلة مهمة جدا. هو حين ثالث ثانوي. ثالث ثانوي نعم. ثالث ثانوي المرحلة مهمة جدا لأن هذه تأهلك للجامعة. صحيح. طبعا التعليم في المدارس يختلف اختلاف كلي عن التعليم في الجامعة. فالتعليم في الجامعة متطلب مهارات البحث. لازم يكون يستعد، لازم يعني في المدارس بس يعطونك وظائف معينه هوم ورك تروح تحله في مجرد في الكتب، لكن في الجامعه لازم يطلبون منك البحث. صحيح. شلون تبحث سواء في الكتب سواء في الانترنت سواء عن طريق القراءه سواء عن طريق المشاهده التلفزيونيه، شلون تجمع المعلومات كامله وتسوي لك بحث. فهذه جزاهم الله خير مشروع البيرق يأهلون الطلاب حق الحياة الجامعية، وهذه فعلا والله يعني هو المشروع جدا ممتاز. لكن لو تقول لنا ما هي الإضافة اللي اضافت حق أحمد من عقب هذا البرنامج اللي هو دخل فيه؟ طبعا أحمد والبرنامج لسه بدأ بس لحد الحين ما انتهى. ما انتهى. البرنامج طبعا اول شيء يعلم الطلاب اساليب جديده في البحث. برنامج البيرق هذا برنامج متطور. كل سنه في اساليب جديده في البحث فيعلمونهم اخر الاساليب، بالاضافه الى المختبرات اللي عندهم يعلمونهم على اجهزه حديثه. صحيح. شلون تتعامل مع هذه الاجهزه الحديثه. في المختبر يتعاملون مع مواد خطره. ممكن يتعاملون مع مواد مشبعه نوويا. شلون الطلاب هذول يتعلمون التعامل مع هذه المواد الخطره. في المختبر. بالإضافة إلى المدرسة التعليمية أو التعليم العادي نقول مجرد تلقين. لكن برنامج البيرق الله يعطيهم العافية عندهم لا، أنت شلون تشتغل بنفسك. أنت يعني يوجهونك وأنت تعلم بنفسك، يعني كل شيء تسوي بنفسك. فإضافة في التعلم أنك تزيد يعني حتى التفاصيل الصغيرة تفهمها. ليش؟ لأن أنت كل شيء تسوي بنفسك. صحيح. ما في حد يلقيك التعليمات وأنت تستقبلها. ومثل ما تفضلت هم يحاولون ينمون القدرات الذاتية حق الفرد. أتوقع حمد يعني الجهد هو يمكن نقول 50-50 50-50 يعني يعتمد عليه، مو بنفس المدرسة أتوقع. بمناسبة الكلام طبعا لازم إحنا نوجه شكر كبير لجامعة قطر طبعًا. على الجهد اللي هي قاعد تسويه، على المجهود اللي هي قاعد توفر للطلبة القطريين على أساس أنهم يتميزون في هالمشاريع. شكرا لكم يا جامعة قطر على هذا المشروع اللي انتم قاعدين توفرونه لطلبتنا، اللي هو تحديدا في مشروع انا باحث. نعم. انا احب اضيف ان جامعه قطر طبعا له دور وهي التنميه الثقافيه للمجتمع. وبرنامج البيرق هذه طبعا يفعل هذه الدور طبعا. نعم. من ناحيه خدمه جامعه قطر للمجتمع. نعم. توعيته وتثقيفه. صحيح. بتعليمه بطرق البحث. طبعا النهضه العلميه الحديدة. يعني ما تستمر ولا تكبر الا بتعلم اساليب البحث. نعم. فهم يعلمون الطلبه شلون حب طريقه البحث، شلون العالم تدري في دفع عجله. نعم. هذا حتى تفيد في دفع عجله اللي هي التنميه المستدامه. بالضبط. هذه الاهداف من اهدافهم ان التنميه المستدامه. نعم. شلون تخلي المجتمع يكون محب للبحث العلمي. بالضبط. ويسعى للبحث العلمي على اساس ان زياده النهضه الثقافيه في دوله قطر. وهذه من استراتيجيات طبعا الخطه اللي هو طويله المدى 2030. نعم. احمد مشارك من تلقاء. نعم. نفسه ولا انت اللي أحمد الله يحفظك؟ هو مثل ما قلت أنا ذكرت أن أحمد متميز في مادة. نعم. الفيزياء، فهو تم اختياره عن طريق المدرس صراحة رشحه. وأنا طبعا جاك مهنا على ما تمنى. بالضبط. هو شارك. نعم. في المؤتمرات برا وجاء المشاركة قصد لأنه متميز في هذا المجال فتم اختياره. نعم. نعم. وبعدين بخصوص المشاركة اللي هو قام فيها، طبعا هي جامعة قطر أتوقع تسعى لإتمام اللي هي الرؤية اللي راح تتحقق. نعم. حمد إن شاء الله وأحمد بخصوص 2030، فهي قاعدة تعد المجتمع يعني. بالضبط. هذا واجب عليها. وهو يعني أتوقع نتمنى دوركم يكون بزيادة بتوعية الأبناء، أنهم يعني نتمنى يعني نوجه رسالة لجميع الأباء وجميع أولياء الأمور أن يحذون مثل هالحذو الطيب اللي إحنا شفناه من عندكم. طبعا أنا. نعم. أرجع وأقول يعني كل طالب متميز. نعم. من ناحية معينة. صحيح. بس أولياء الأمور مسؤوليتهم أن تفعيل التميز. صحيح. شلون توجهه، شلون تطوره. بالضبط. هذه يعني ممكن مثلا لاعب يكون مثلا متميز في لعبة الكورة بس. صحيح. بس لازم تطارب التمرين. صحيح. ولازم تخليه يجرب نفسه على أساس يتطور. والإشراف. والإشراف بالضبط. في بعض الطلبة من ناحية العلمية. نعم. من ناحية النظرية، فأنت. صحيح. تطور هذه الشغلات من ناحية الذهنية. أحيانا في طلبة عندهم مثلا في الرياضيات، أنا مثلا عبد الله. نعم. ولدي
ما شاء الله يحب الرياضيات، يعني كل ما يركب معي يقول لي اعطني جدول الضرب، ضرب كم، مع انه يعني في الثاني ابتدائي يحب المسائل الحسابيه، المسائل الرياضيه نعم يحبها جدا. زين، انت تشوف ان التشجيع والحوافز اللي تقدم لمجال البحث العلمي ممتازه او مشجعه للطلبه؟ والله شوف الحمد لله دوله قطر اعطتنا الكثير. احنا طبعا انا يمكن انقل هذه حق عيالي، احب العمل التطوعي. نعم. انا مشارك في، انا عضو مجلس اداره في رابطه المهندسين المدنيين. هذا عمل تطوعي. صحيح. كنت ادرس عمل تطوعي، كنت ادرس الثالث اعدادي. نعم. لمده 3 شهور، هذا عمل تطوعي. اي ماده؟ فكنت ادرس ماده الاقتصاد الشخصي. نعم. شلون تتعامل مع الكريدت كارد، شلون تتعامل مع الودايع. نعم. الامور الماليه، شلون. نعم. ترتب حياتك ماليا. صحيح. انا قعدت ادرس 3 شهور في ثالث اعدادي، هاي كلها عمل تطوعي. فاحنا. نعم. حب العمل التطوعي هذه يعني فيني، وانا احاول انقله للعيال. فهذه هو تطوعي، يعني ما فيها مردود مادي، بس كرد جميل لقطر وهذه الأرض الطيبة. بالضبط بالضبط. فالإنسان يحاول يرد جزء من هذه الجميل. هو أنا جاني تساؤل من أول ما بدينا الحلقة، بس أبي أعرف شلون أنت اكتشفت مقدرة أحمد على أنه هو يكون فعلا إنسان مبدع. يعني شلون أنت جاتك الفكرة؟ هل هو كان من قرارة نفسه، ولا شفت سلوكيات اللي قاعدة تتغير، ولا أنت شفت فيه خاصية خلتك أن تكتشف هذا الشيء المعين؟ الله يسلمك. أحمد بالبداية يحب تركيب الأشياء. نعم. يحب في لعبة كان اسمها بايونيكل، يمكن سمعتوا عنها بايونيكل. هذه صعبة جدا، بس هي تركيب مثل براقي وتسوي لك مثل رجل آلي، بس يمكن تقريبا القطع اللي فيها قطع كبيرة، يمكن توصل لألف قطعة. شلون. نعم. تركب 1000 قطعة، ممكن تسوي شكل معين، ممكن. صحيح. تفكه وتسوي لك شكل معين ثاني. نعم. فأحمد من صغره. نعم. يحب يلعب بهالأشياء، يحب يسوي له. فأنا حاولت أنمي، حاولت إني أشتري. صح. له أكثر من 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 جهاز. نعم. يحاول يركبه ويفكه ويركب مرة ثانية، فيطور عنده الإبداع والأفكار الجديدة. صحيح. فحب مادة الفيزياء من هذه الأشياء. بالضبط. نعم. وجود أحمد في هالمسابقة يعطله عن وجود عن مثلا بداية الدراسة، ولا لا كلها مكملة لبعض؟ لا لا بالعكس، أنا أعتقد أنها مكملة في بعض، خاصة من الناحية العلمية. يعني المواد العلمية أحمد متفوق فيها. نعم. يمكن المواد الأدبية شوي يعني متوسط، لكن المواد العلمية متفوق من هذه، لأن هذه تنمي الإبداع، توسع إدراكه الفكري. صحيح. وهذه مهمة جدا. نعم. صراحة. أكيد أن المدرسة بعد أكيد فرحانين فيه ويشجعونه. طبعاً. وتفوق طبعاً. أحمد إن شاء الله، وإذا وصل وخذ البيرق إن شاء الله أكيد بيكون فوز لأبوه ومدرسته ومدرسينه وكل الناس اللي شجعوه إن شاء الله. السنة اللي طافت مثلا اشترك في برنامج عن طريق إنجاز قطر، اللي هو كل شركة تسوي منتج معين، تسوي. صحيح. شركة. فالحمد لله أحمد كان جزء من هذا الفريق، وطلعوا الأول على مستوى قطر. نعم. وراح يمثلون قطر برا في ما كانت في تونس. نعم. ينافسون دول عربية. صحيح. لأفضل منتج من. صحيح. من هذه الشركات. فقطر الحمد لله يعني أحمد وصل. نعم. على الأول مع الله الفريق. الله يبارك فيك إن شاء الله. وبعد عندي سؤال اللي هو فضل. الحين أحمد لو أبي أسأل، لو كان أحمد موجود اليوم وجهت له أنا هالسؤال وقلت له أحمد وين تشوف نفسك بعد 5 سنين، شنو هدفه في الحياة عقب ما حقق هالإنجاز الكبير، ونأمل من الله أنه يتواصل أنه يكون مثل لباقي أبناء سنة أو اللي فيه مثل عمره؟ اللهم آمين. اللهم آمين. بإذن الله. أحمد الله يسلمك، يعني أنا أعتقد أنه هو يحب الهندسة، بس الهندسة الحركية. الهندسة الحركية الميكانيكية. الميكانيكية بالضبط. ممكن هذه الهندسة الميكانيكية تفيد في مجال عمله. فأعتقد أن الهندسة الميكانيكية، لأنه حتى من فترة بسيطة كان يبي يسوي له يد آلية. نعم. يجمع أجزاء ويسوي يد التحرك آليا. فمن يعني هذه يعني تفاعل شخصي، هو شخصيا يعني ما في دافع يدفع، بس إلا الدافع الشخصي اللي عنده. نعم. نشكر لك المهندس خالد بن أحمد النصر والد الطالب أحمد النصر، المشارك في مسابقة البيرق تحديدا. أنا باحث الله إن شاء الله يبلغك فيه إن شاء الله الخير، وإن شاء الله أنه يفوز. أبوك كان عندنا في الاستديو. نعم. وقاعد يتكلم عنك ويحمسك. نعم. لازم تشد حيلك وترفع رأس أبوك فوق. نعم. وإحنا أيضا فخورين فيك وفخورين بأحمد وحضوره اليوم معنا. الله يخليك إن شاء الله. أنا أحب أشكر برنامج البيرق هذه. نعم. طبعا مثل ما قلت أنه يأهلون الطلاب للحياة الجامعية، يعلمونهم طرق البحث. نعم. يعلمونهم التعامل مع أجهزة حديثة. صح. يعلمونهم شلون التعامل مع أجهزة خطرة مثل ما قلت مشبعة نوويا. نعم. فبرنامج البيرق جزاهم الله خير ويعطيهم الحافية. الله يحييك في وجودك معنا في استديو ترحيب، وشكرا على الإضافة اللي أنت أضفتها هنا في وجودك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك جزيلا. شكرا.
بعد الفاصل أعزائي المشاهدين راح نكون مع فقرتنا الأسبوعية اللي تعودتوا عليها اللي هي الحجامة، تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. طبعا شاهدنا في حلقات سابقة الدور الذي يمكن أن تلعبه الحجامة في المساعدة على التخلص من أعراض وأمراض عديدة. سنسلط هذا المساء الضوء على فعالية الحجامة في موضوع القولون وأوجاع المعدة. نعم، وأيضا معنا في الاستديو اليوم مدير مركز أبو طيبة للحجامة الشيخ عقل فاروق أحمد. يا مرحبا وسهلا فيك شيخ عقل، حياك الله معنا اليوم في البرنامج. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا. دكتور، الناس واجد اللي يشتكون من القولون. اي نعم. ايش اعراضها اذا جاك واحد يشتكي من القولون؟ هذه الاعراض اعراض مهمه، وخاصه انه بتشتبه اعراض الامساك باعراض القولون، والتشخيص قد يخفى على بعض الناس. فالامساك بيعطي أعراض القولون. أعراض القولون انتفاخات ومغص وألام. صح. الإمساك يسبب هذا الشيء. أما القولون يسبب إمساك وإسهال. صح. يحدث إمساك لأنه القولون يعني غير منظف، على جدار القولون في دهون كثيرة متراكمة، قد يحصل التهابات أو تقرحات، بالتالي يتأخر خروج البراز أو عملية الإخراج تتأخر. إذا تأخرت بيحصل نوع من التعفن. في هذه الحالة من رحمة الله عز وجل يجي إسهال حتى يتخلص، لأن هذه السموم الجسم ما يستطيع، الكبد أو الكلى ما يستطيع يتخلص من السموم هذه بنفسها، فتأتي رحمة الله عز وجل أن يحدث عنده إسهال حتى يتخلص من هذه التعفنات وهذه الرياح. يعني اذا خرجت يبدا يحصل امساك مره ثانيه. نعم. نفس العمليه يعني تم كانها مزمنه، متبادله، امساك واسهال، امساك واسهال. اذا كان الالتهاب هذا شديد جدا يكون يوم امساك ويوم اسهال. اما اذا كان هو تو يعني خفيف وبادئ، يمكن 4 أيام 5 أيام. صحيح. بعدين يحصل يوم إسهال لأنه التعفن مش شديد والانتفاخات والغازات مش شديدة. يعني شيخ عقل، لو تكلمنا شوية بخصوص، إحنا طبعا دخلنا شوي في التفاصيل بس نبي نذكر اللي هو السبب الرئيسي، ما هي الأسباب اللي تخلي الإنسان ممكن يصاب بمرض القولون؟ هو القولون عضو من أعضاء الجسم أصلا. نعم. لكن أكثر الناس يقول أنا عندي قولون. نعم. كل الناس عندها قولون، لكن صحيح. إيش في القولون؟ في قولون في تقرحات. نعم. في قولون في التهابات، في قولون عصبي، في نعم. قولون رياح. نعم. القولون العصبي هو مجرد ما يحدث عنده فكر فقط، هو جالس يحصل نفسه إنسان طبيعي، لكن المخ يشتغل. واحد بيخاف من الطيارة من السفر، مجرد ما يحجز التذكرة خلاص بدأ عنده انتفاخات وإسهال واضطرب القولون عنده. وهذا دليل؟ الدليل هو عنده قولون عصبي. دليل عنده قولون عصبي. في إنسان آخر لا، ما يشعر بأي مشكلة إلا مع الأطعمة، فإذا اجتنب مثلا البقوليات عموما والبهارات وأي شيء سبب انتفاخات، وإن كان أكثر الأطعمة تسبب انتفاخات، يعني الخيار يسبب انتفاخ، التمر يسبب الانتفاخ. صحيح. الحليب يسبب انتفاخ، مشروبات غازية، القمح يسبب انتفاخ. وهي بعد مثل ما تفضلت شيخنا، طريقة الأكل الغير صحي مثل ما سمعنا، أتوقع تقول في دراسة، بعض الدراسات تقول إذا أنت تتناول وأنت تكون في الحالة النفسية، إذا تكون تعبان جدا ممكن هذا يأثر على القولون، تصاب في هذه المرحلة ممكن تكون هذه من إحدى مسببات الإصابة بالقولون. لا شك أن الأطعمة لها علاقة قوية جدا بأمراض الجسم وبصحة الجسم. نعم. لابد يعني هذا الشيء، يعني إذا كان عنده التهاب هذا ما يعرف إلا بالمنظار. صحيح. أو تقرحات ما تعرف إلا بالمنظار.
واما بالنسبه للحجامه او العلاج انت تسالني عن العلاج يعني فهي من اقوى ما وجدت حقيقه كاسات خاصه توضع على السر. هذه الكاسات بتوضع للمريض ويحسس بها تفريغ الهواء، هذه ما وصفها الا الرازي، وهي قويه جدا جدا جدا. كيف قويه؟ قويه يعني قويه في العلاج وناجحه جدا في اثرها في اثرها يعني اي نعم يعني ما لها اثر مثلا لو سواها المريض ممكن يتعب منها ولا لا؟ بالعكس ما في اي تحذير الا في حاله واحده يكون عنده الفتق في السره. الفتق هذا في السره الفتق هذا يزداد جدا مع الكاسات هذه ما يصلح ابدا استعملها. صحيح. اما يدخل بعضهم يبكي من شده الالم يبكي ويظن انه فيه مشكله كبيره جدا عنده فيتبين بعد الكاسات 10 دقائق ربع ساعه وهو اذا هو خرج يخرج والله يبتسم. نعم. الحمد لله. اي نعم. اهم شيء انه ما يكون معه فتاك. ممنوع. نعم. هذا انه هو بيضر المريض نفسه. نعم. طيب نعم. طيب شيخ لو قلنا كم تقريبا يحتاج المريض انه عشان يتشافى؟ كم جلسه تقريبا؟ كم مره ممكن يحتجم على اساس نقول والله الحين هو نسبيا خلاص يعني مرض القولون تشافى منه مرض القولون تحسس القولون مرض القولون وخاصة هو كثير في العصر اللي احنا فيه. نعم. بيرجع لشدته وضعفه. صحيح. إن كان ضعيف يعني مرض مش شديد مش قوي مع المريض هذا ممكن تكفيه مرة واحدة. صحيح. اما اذا كان المرض قديم ومزمن ممكن يحتاج لإعادة. نعم. وهي الكاسات لحالها مش كفاية، الكاسات بتسحب الغازات اللي انتشرت في الأحشاء من داخل. نعم. ففورا يسكن الألم. فإذا هو بعد ذلك يجتنب الأسباب حمية، لازم الحمية وأنا أقول والله إخواني يعني ليكم. نعم. وللإخوان المشاهدين أنا أقول شيء مهم جدا. نعم. يأتيني أعداد كبيرة جدا القولون، بل لعل القولون يعادل 90% من البشر. نعم. طلبة المدارس الامتحانات تأتي تجد البنت والولد مغص وتعبان مرمي على الفراش من خوفه من الامتحانات فقط يعني. نعم. فالقولون منتشر بشدة يعني. أنا كثير من المرضى اللي دخلوا عندي أعداد ضخمة أنا أسألهم وخاصة أقول لك هو منتشر يعني أنا أسألهم أنت تستعمل الأشري؟ نعم. هذا السؤال لازم أنا أهتم عليه بشدة. القولون إذا هو نظيف ما يتعب. نعم. يتريح ويتحمل. نعم. الأطعمة. صح. الإنسان بيأكلها يعني. أما إذا القولون مش منظف فبيتراكم فيه الأوساخ اللي تسبب. طيب. التهابات تقرحات غازات. شيخ أنت يعني قصدك أن إذا أنت معك قولون تستخدم عشر قبل لا تجي ولا من الأسباب الرئيسية لزيادته لوجود القولون لوجود القولون العصبي والرياحي هو عدم استعمال العشرق وليس المقصود بالعشرق هو الاسم. المقصود به المنظف. صح. للقولون يعني أنت تنصح باستخدام العشرق. المنظفات القولون كثيرة جدا افضلها واقواها هو الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اللي هو عليكم بالسنه والسنوت والعشرق هو فصيله من السنه. نعم. وياتي الان باسم شاي الضيافه معبأ في باكيتات. نعم. مثل الليبتون علقات. نعم. الواحد بيشربه بدون اي رائحه. صحيح. مزعجه او كده. اما العالم كله هو يستخدم يعني ياتي من امريكا باسم سنه اس اي ان اي لأن العالم اهتم وعرف قيمة تنظيف القولون بشدة هذا سبب يعني من أهم الأسباب. نعم. اللي تسبب القولون وهذا كذلك يساعد في التخلص من. صحيح. أعراض القولون. نعم. شيخ عقل أنت مساعد ذكرت أمور كثيرة لها علاقة وارتباط بالقولون كارتباط رئيسي شلون ممكن تقدر تصنف هذا الشخص اللي جاك على أنه مصاب بالقولون وبأنه مصاب بمرض ثاني أو يعني مثلا يقولون الأطباء أبدومينال بين أو حاجة يعني مرضية في البطن أو ممكن يكون وجع أو التهاب لحظي أو أنه أثر الجهاز العصبي عليه فشلون ممكن تقدر تصنف هذه الأشياء اللي ذكرتها لأنه هو طبعا منتشر بشكل كبير عندنا. القولون مثل ما ذكرت لك يسبب إمساك وإسهال. إذا كان يخرج مع براز دم لابد من فحص ممكن يكون بسبب التهاب القولون ممكن يكون بسبب آخر
ففي الحاله هذه لابد انك تطلب من المريض فحص. نعم. ولابد للانسان المعالج انه يكون وقاف. صحيح. لذلك هو ياتي يشتكي من خفقان، فقد يستدعي اخصائي او قد يستدعي اخصائي القلب يفحصه، لان القولون يعطي اعراض للقلب، خفقان في القلب. صحيح. فاذا كان يعطي خفقان في القلب، اول ما يشك في نفسه انه عنده مشكله في القلب، واول ما يشك الطبيب بعضهم يعرق دكتور، يحس بعرق عند خشم وعيون، يصاب بحاله نفسيه مع القولون، يصاب بحاله نفسيه يشعر بالذكر. فاذا شعر بالخفقان فورا الطبيب بيعمل له تخطيط قلب يخاف عليه. مرض القلب يختلف عن القولون. صح. مرض القلب يكون من وسط الصدر لين قريب من الحنجره. صحيح. او الم في الصدر على الجهه اليسار، او الم في اليد. نعم. مثل ما تكلم، اما الخفقان نعم. هذا هو نفسه من علامات القولون. صحيح. هو نفسه من علامات القولون. نعم. وينبغي على الانسان اللي هو يعالج، عندما تشتغل مع اي شيء تشتغل مع جسم الانسان. صحيح. يعني اعظم شيء مخلوق. صحيح. صحيح. على الارض. نعم. فانت لابد تعرف قول الله عز وجل، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. هو جاءك عشان تحييه، مش عشان. صحيح. تقتله. نعم. فما نعم. يضرك أبدا أنك تقول أنا ما أعرف. بالضبط. روح افحص. صحيح. جيب تحاليل. الطبيب نفسه في المستشفى. نعم. بتوقف، لأن أنت أتيت التحاليل. صحيح. الأشعات، الفحوصات. نعم. المنظار. نعم. فإيش المانع إذا شكيت في أي شيء أن أنت تحول مباشرة. صحيح. يعني نعم. نعم. كلامك يا شيخ يجرنا إلى المقولة اللي تقول الإيمان بالعلاج والاقتناع به جزء أساسي من العلاج نفسه، فإني أنا أجي للشيخ عقيل على أساس أنه يحجمني من القولون، بمجرد أني أنوي أني أروح لك أكون مقتنع أن الشافي. صحيح. الله رب العالمين وأنت السبب. نعم. فأعتقد هذا شيء أساسي يا شيخ، أن الإنسان يكون مقتنع أن الحجامة إن شاء الله راح تكون من وراها العلاج. نعم. نعم. هل العلاج بالحجامة هو شيء نفسي؟ لأن كثير من الأطباء بيسأل هل هو مجرد شيء نفسي. أنا أعتقد أن الشخص هذا فيه بركة. نعم. ويده فيه بركة، مجرد. صحيح. ما يلمسني أنا أشفى. نعم. أو أن هي سنة، مجرد هي سنة أنا أشفى. هل هو كذلك يعني مجرد اعتقاد ولا لي تأثير فعال؟ الحقيقة أنه كل ما يكون فيه أبحاث قوية على الرمان، على العسل، على التين، على الزيتون، أي شيء مذكور في الكتاب والسنة. نعم. بنجد أبحاث هائلة وتأثيرات. صحيح. شديدة جدا يعني عضوية. لكن ينبغي على المسلم أنه ما يجرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا جئت للتجربة بشوف. صحيح. بتعرف. لا، هذا ما يصلح. هذا حادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسقيه عسل، نبطنا أخي استطلق، قال اسقيه عسل، قال سقيته ما زاده إلا استطلاقا. يعني هو يظن أنه العسل هو ما صلح معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسقيه عسل لأن فيه عفونة في البطن. نعم. وفيه بكتيريا وفيه التهابات، هذه الجرعة ما تقتل الكمية هذه كلها. صحيح. فلابد من جرعة ثانية، جرعة ثالثة. اللي عنده يقين راح يكرر الجرعات ويصبر عليها، واللي ما عنده يقين جرب مرة واحدة وانتهى الأمر. فينبغي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. يقول الإمام القيم كذب بطن أخيك يعني ازداد فيه المرض بشدة، فيحتاج إلى جرعات زيادة، فاسقيه عسل. قال في ثقافة شوفي. فينبغي على المسلم أنه يحرص. نعم. ويكون عنده ثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعل سنة من السنن يقول أنا أجرب. تجرب النوم على اليمين تشوفه مريح للقلب أو لا. يعني أو أنت تدخل تعمل أبحاث. نعم. نم على جنبك اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جنب اليمين. نعم. خذ العسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك باستعمال العسل. نعم. لألم البطن. نعم. خذ الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. صحيح. للصداع، وكن. نعم. على يقين. لذلك دخل. نعم. الصحابي على أخيه فوجد به جرح أو قرح. فقال ادعو لي الحجام. قال اجلس. قال لا ابرح حتى يحتجم. فظل قائم فوضع الحجام محجمه. نعم. او فعلق عليه محجمه فبرأ في نفس الساعه. نعم. بسبب فضل الله سبحانه وتعالى. سبحانه. بفضل الله ثم بسبب. نعم. يقين ذلك الصحابي. صحيح. في كلام النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في معنى الحديث انه الشفاء في ثلاثه، في مشرطه عسل، معلقه عسل،
ومشرطة محجم وكي بنار وأعود بأمتي من الكي أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث نعم. وشربة عسل نعم. وشرطة محجم أو لزعة بنار توافق الداء وأنهى أمتي عن الكي. نعم بعد هذا الحديث وصلنا إلى ختام اللقاء معك الشيخ عقل فاروق أحمد مدير مركز أبو طيبة للحجامة. شكرا لوجودك معنا في استديو ترحيب. والله يحييك إن شاء الله. الله يحييك وبارك فيك. نشكر لك حضورك. بعد الفاصل وضمن دوري كأس نجوم قطر نشوف تحضيرات فريقي الأخوية والجيش. تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. خالد خلصنا اللقاءات في الاستديو. نعم باقي الحين نطلع مع المشاهدين مع التقارير اللي عندنا. نعم عندنا تقارير غريبه اليوم ان شاء الله الكل بيستانس عليها. لكن خلينا نبدا بدايتها من اللي هو دوري نجوم قطر. نعم اللي بدا الاسبوع اللي طاف. نعم. طبعا في اطار تغطيتنا لدوري نجوم قطر اخترنا لكم هذا الاسبوع مباراه نادي الاخويه. نعم. ونادي الجيش يعني اللي هو حامل اللقب العام والوصيف في الموسم الماضي. نعم وحمد تجري المباراة أيضا يوم السبت وبيكون لنا إن شاء الله تقرير خاص يتناول تفاصيلها في حلقة يوم الأحد. أما الآن فنبقى مع تحضيرات كل من الناديين ونبدأها اليوم مع نادي الأخوية. نعم. نعم. مباراة بكل أمانة أنا أقدر أسميها مباراة هي مباراة ديربي. الجيش والأخوية دائما فيها يعني مباراة دائما تكون مباراة قوية ودائما الأهداف تكون حاضرة في هذه المباراة. فأعتقد إن شاء الله نصيب الفوز يكون من طرفنا إن شاء الله. وفي نفس الوقت إحنا لا ننسى أن فريقنا نادي الجيش فريق يحترم بكل أمانة. نفس ما قلت إن العام هو مركز الثاني وهذه السنة لا ننسى أيضا أنه هو خسر في بداية المباراة افتتاح الدوري. فأعتقد إن نحاول قد ما نستطيع أن عودة نادي الجيش ما يكون على حسابنا. طبعا احنا المباراه اعطتنا دافع كبير خصوصا بدايه جيده عندك بدايه الدوري ثلاث نقاط تستمر فيها يعني اعطتنا دفعه معنويه ان نستمر في المستوى اللي طلعنا فيه. ان شاء الله راح نطلع بمستوى افضل يعني وان شاء الله راح نطلع ثلاث نقاط. Notre objectif est une fois de plus de garder notre titre. Donc chaque sortie que l'on fera sera pour prendre nos trois points, en prenant en considération évidemment les qualités et les défauts des équipes adverses. On sait que Djish a démarré ce championnat par une défaite. Donc évidemment qu'on va avoir une équipe déterminée, mais ça on a l'habitude. Toutes les équipes qu'on rencontre, c'est des équipes qui ont beaucoup d'envie de nous faire tomber. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. وأكيد يعني حتى أنت تعمل والأندية الثانية تعمل وبالعكس السنة أغلب الأندية غيرت محترفينها مستعد استعداد جيد. نقدر هذا الشيء والحمد لله بعد دعمنا صوف الفريق بلعيبة ممتازين والله الحمد. ويعني الخلل اللي كان أو النقص اللي كان عندنا العام الماضي الجهاز الفني تدارك يعني أو طلب تدعيم الصفوف واختيار اللعيبة والحمد لله اللي اخترناهم على مستوى عالي نتمنى أن يكون إضافة للفريق. شفنا يا خالد. نعم. تحضيرات نادي الأخوية. اي نعم والله والتحضيرات شكلها يعني معزمين. نعم. شوف هي المباراة بتكون قوية بين الجيش وبين الأخوية. نعم بإذن الله وإن شاء الله بيكون الفوز مكفول للاستعداد الأفضل إن شاء الله. طبعا دام احنا شفنا المشاهدين تحضيرات نادي الأخوية لازم الحين نشوف تحضيرات نادي الجيش. نعم Thank you.
اسماتيف. طبعا احنا خسرنا اول مباراه من مصرال وفريق الاخويا طبعا فاز، وطبعا مباراتنا مع الاخويا راح تكون مباراه كبيره، ونحن داشين هاي المباراه عنا طبعا على 3 نقاط، وان شاء الله نكون لنا اول 3 نقاط ان شاء الله في الدوري. I saw Lahuya, I like very much. I saw in the first game, good team, very organized, very disciplined. They know very well how to do, when to do. They have good quality, fast players from midfield to attack, organized on defense. I think that will be a very, very interesting game. احنا بكل صراحه اثرت فينا اول خساره، يعني ما حد كان يتوقعها. كنا مستعدين استعداد جيد حق بدايه الدوري ومباريات، عندنا 5 بطولات جايه، فمباراه السبت مباراه مهمه. وبخصوص اعداد تكتيكي طبعا ان شاء الله المدرب مجهز لنا اعداد لا باس به ان شاء الله حق المباراه، ونتمنى الله يوفقنا ان شاء الله. احنا استعداداتنا كلها، ما عندنا فريق قوي او فريق ضعيف، كل الفرق عندنا مستواها واحد، تفكيرها واحد، طموحهم واحد، الكل داخل للفوز، واحنا داخلين للفوز سواء خسرنا او فزنا داخلين للفوز، وان شاء الله مستعدين حق الانديه كلها، الاخويه وغير الاخويه ان شاء الله. مبين يا خالد على التحضيرات لنادي الجيش ان شكلهم بيفوزون بكره. نعم هم ناويين على شيء كبير الظاهر، لكن الظاهر اللي ناقصهم بس حلاوه حضور الجمهور ان شاء الله باذن الله. طبعا هي دعوه منا في برنامج ترحيب بالجمهور على اساس يحضرون المباراه، بتكون القابله ان شاء الله في نادي السد باذن الله. ما ناقص الا حضوركم عشان تشوفون المتعه ان شاء الله باذن الله تعالى بكره ان شاء الله. نعم. وحمد عندنا اليوم فقره مثل ما تعودنا معكم اعزائي المشاهدين، وصلنا لفقره علوم الريان ونبداها اليوم مع علوم الريس مع محمد بن بريك. يا مرحبا وسهلا محمد. مرحبتين اخوي خالد، مساك الله بالخير ومساء الخير لحمد العيده ولكل مشاهدين الريان. يا مرحبا بريك، شو علوم الريس؟ والله علوم طيبه اليوم كالعاده، جرت منافسات الفتره الصباحيه على 18 شوط، كان الاستعداد اليوم واضح والاصرار من ملاك الهجن على الفوز. الدوحه او عوايد الشوط الرئيسي كان مع اهل سلطنه عمان، مع عوايد سليم سالم الغيلاني، نقول لهم يستاهلون الناموس ومبروك الفوز. ابو بريك كم شوط اليوم؟ اليوم الصباح كان 22 شوط. الصباح 22 شوط الرئيسي، من اللي اخذه؟ الشوط الرئيسي للبكار فازت بعوايد سليم سالم الغيلاني من سلطنه عمان الشقيقه. والتوقيت؟ التوقيت كان 6:07 9 أجزاء من الثاني. نعم. بالنسبة لحمد للشوط الأول للقعدان فاز بين الشقب لصالح بن حمد بن هاملة، وأفضل توقيت اليوم الصباح للقعدان كان برزان لسعود بن عبد العزيز بن شنان 6:08 4 أجزاء من الثانية. ما شاء الله يستاهلون. وبعد الفترة الصباحية الأشواط كانت قوية، المنافسة كانت متقاربة، والدليل أخوي حمد أنت وخالد ومشاهدين الريان هو التوقيت الرئيسي كان مكرر، يعني ما بين عوايد أفضل توقيت اليوم نفس التوقيت سجلته روعة السلطان بن سعيد إبراهيم أيضا اللي فايزه بالشوط الحادي عشر في اليوم الصباحي، وهذا للمعلومة نادر ما يكون التوقيت الزمني مكرر نفس التوقيت نفس الثواني نفس أجزاء الثانية. نعم بالعادة في مطية تميز بالتوقيت الزمني تكون أفضل من غيرها، ولكن اليوم شاهدنا عوايد وشاهدنا روعة نفس التوقيت، عوايد فايزة بالشوط الأول الرئيسي وروعة فايزة بشوط 11 في مجموعة أشواط اليوم. نعم والفترة هذا بالنسبة لمنافسات الصباح. نعم والفترة المسائية؟ الفترة المسائية الله يسلمك ويسلم مشاهدين قناة الريان ومن يقول كانت يعني كان الشعار العنابي واضح يعني متصدر جميع الأشواط ما عدا شوط واحد اللي هو الشوط الخامس، فازت بحماه سعادة الشيخ عبد العزيز بن أحمد آل أحمد الثاني مع المضمر علي بن فراج المري. يستاهل. أما بقية الأشواط أخوي حمد أنت أخوي خالد نعم
من الشوط الأول إلى الشوط الأخير كانت جميعها مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع المضمر اللي يلقبونه العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يستاهل. عطنا أسماء، خلني أطربني بأسماء البكار اللي فازت القعدة. حاضرين. الشوط الأول الرئيسي فازت بالدوحة لسعادة الشيخ القعقاع، أيضا الشوط الرئيسي للقعدان فاز بكفو، والشوط الثالث فازت بالتشريف، الشوط الرابع فاز به واضح، الشوط الخامس هذا الشوط الوحيد اللي نقدر نقول فرط عن شعار سعادة الشيخ القعقاع، لكن استطاعوا نقدر نقول قرفها شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن أحمد آل ثاني مع المضمر علي بن فراس، خطفوا نقطة الشوط الخامس. أبو بريك الشوط... ما أبو بريك نعم. ما راح بعيد من اللحية للشارب. أي ما يحتاج يا أخوي حمد. الشوط السادس فاز مشوق أيضا لسعادة الشيخ القعقاع، الشوط السابع نشوة، الشوط الثامن عنيد، الشوط التاسع طوع، الشوط العاشر معالج، الشوط الحادي عشر بروك، الشوط الثاني عشر موهق، الشوط الثلاثة عشر نوف، الشوط الرابع عشر غيث، الشوط الخامس عشر غرام، الشوط الستة عشر الصياد، الشوط السبعة عشر وجود، والشوط الختامي اللي هو الشوط الثمانية عشر كانت عزايم. إذا أخوي حمد وأخوي خالد اليوم تصدر واضح للشعار العنابي، الجماهير مستانسة، محبين الشعار العنابي اليوم مبسوطين، وأخذنا لقاء مع المضمر سلطان الوهيبي اللي وعد جماهير الشعار العنابي بالمزيد والمزيد والمزيد إن شاء الله. نعم، محمد مبريك زميلنا في الريس، بيض الله وجهك على هالمعلومات اللي أحيتنا وأثرتنا وأطربتنا. نعم. بعد وما قصرت أنت، ونبغى منك إن شاء الله المزيد في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. بإذن الله. يعطيك العافية محمد. نعم مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي ترحيب. للتواصل مع فريق العمل أو لأي استفسار يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني ترحيب@الريان.tv. شكرا مشاهدينا، نشوفكم على خير أعزائي المشاهدين، وفي أمان الله. في أمان الله.